السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغزالات ديالي كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم لا فيديو في احسن الاحوال. اخوان ديالي حتى هما كيف دايرين؟ بخير، كلشي مزيان، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم حتى نتوما ان شاء الله الفيديو في احسن الاحوال. المهم اليوم معكم فيديو جديد كما كتشوفوا، بديت لكم لا فيديو مع عند مالي الماعن. هنا كان ماما خاصه شي حاجه ومشيت انا واختي تقدينا لها داكشي اللي كان ناقصها في الماعنات، كانوا جايين شي ضياف. ايوا صافي البنات، هنا كنت من هنا مشيت للخدمه. المهم هنا غادي نشارك معكم هنا فان سيرفيس ديال الخدمه كما كتشوفوا. ساليت صافي داكشي كان عندي حطيته تما. هنا السلعه اللي جاتني خليتها باش لا غدلي في الصباح ان شاء الله غادي نقادها. صافي هنا طفيت لاكيس، قديت الامور كلشي طفيتو. هنا كندور على لي كونطوار كنشوف ياك ما بقاش يضو ولا شي حاجه شاعل. وصافي هنا حبيبتي مشينا للدار حتى لا غدلي في الصباح هادشي هذا. وهنا وجدت كيكه اللي غادي ندي معايا لماما. هنا هانتوما كما كتشوفوا كنقيسها لكم، هذه ديال مول العجيب، الاخرى شويه تحمرات ليا ديال كيكه عاديه درت ليها الشكلاط. وانا هنا في نفس الوقت كنت كنوجد فطوري انا وراجلي باش ان شاء الله غادي نمشي غنتوكل على الله ونمشي عند ماما. وهنا حبيباتي صافي انا كنطيب الفطور وفي نفس الوقت كنطيب غديوه، دونك هادشي اللي عطى الله. ويدينا ويدينا ما كيعجبني، صافي كنبغي ندخل الكوزينه كنبغي نسالي كلشي. وهانتوما حبيباتي هنا من بعد ما كنت فينيت الكيك ديال المول العجيب جاب هاد الشكل هكا. صراحه البنات كيجي اكثر من رائع والله العظيم، الا كيجي زوين زوين بزاف. كتقول لي جد هاد الكيكه المرعوده، لان الوسط ديالها كيكون ما فهمتي مع الفلون هذا كي ملي كتقطعي كتبدا تحرك. مي مسميها غير الكيكه المرعوده. الله كتبقى تقولي شنو دا شي الكيكه المرعوده. المهم هانتوما كيما كتشوفوا جات بهاد الشكل هكذا، نتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم. وصراحة داك النهار دوزناه زوين ما نكذبش عليكم. ماما من بعد ما خدات الدار ديالها تجمعوا عماتي جدة العائلة الجيران ديالها وكانوا مشاو باش على اساس غادي يباركوا لها الدار. المهم انا غادي نشارك معكم كاع التحضيرات اللي كانوا هنا يا حبيباتي. كيف ما كتشوفوا كنا درنا الزعلوك كمقبلات حيت درت الطياب. هنا كان الزعلوك، زدتو شويه ديال مطيشه ديال الحك وشحرتو مزيان. هنايا كنا كنقادو في الديسير حتى هو انا وعمتي، كانت مسكينه الله يخطيها كانت صراحه في الكوزينه معانا. يعني هنا كنقطعوا الديسير هانتوما كما كتشوفوا. شاركت معكم الطريقه كيفاش زوقات الصينيه ديال او اللي يمكن لكم تزوقوا البلاطو ديال الديسير بهذا الشكل. هنايا قطعت البطيخ بهذا الشكل هكا وغادي دير فيه الكوردون. هنا غادي تشدهم بالتفاح باش ما يبقاش يزهق داك البطيخ. هانتوما كما كتشوفوا يعني بحال هكا طبيسين نهار اللي يكونوا جايين لكم الضياف. راك غير الطريقه كيفاش تعمريه، راه ماشي ضروري البنات انكم ديروا كل حاجه كثيره، مثلا ديروا 3 كيلو ولا 2 كيلو من الحاجه، لا غير شي مثلا بحال هكا 4 الحبات من كل حاجه او لا 5 وتعرفوا كيفاش تقادوا البلا ديالكم غادي يجيكم. وهنايا درت التفاح ودارت العنب الصفر والعنب الكحل حتى هو هانتوما كما كتشوفوا. وهنا البنات غادي دير البنان دابا حتى هو غادي تكمل به الزواق ديال الطبسيل. يعني داكشي اللي قسم الله اللي واجد اللي كاين واللي الموسم ديالو. انسان ماشي ضروري انه يدير الانواع ديال الفواكه، داكشي اللي قسم الله واللي هو حاضر
يمكن لك انك تزوقي به. هنا البنات غادي تدور البنان على العنب وكتشدو هكاك بالكوردون صراحه البنات في الاخير كيجي زوين طريقه زوينه. ما قضناش الوقت اما كنا بغينا نديرو صراحه نديرو فلون كاراميل ونديروه نديرو زعما مع الديسير ولكن دركنا الوقت وانا عاد مشيت من الرباط حتى لتامسنا وكنت خدامه في الليل يعني ما قضنيش الصراحه الوقت البنات. اما كنت باغا ندير لماما بحال هكاك فلون كراميل اللي غادي ديرو مع الديسير ولكن مره اخرى ان شاء الله. باقي الخير القدام علاش لا، باقي شي حجه الوالده ولا عمره ان شاء الله، باقين خواتاتي ان شاء الله يسهل عليهم الله، يعني مازال في الانسان يدير شحال من حاجه. هنايا البنات كما كتشوفوا هذا هو البيت اللي قدينا فيه الكيسان الطباسل، حطينا فيه كل شيء الحلوه لي بلادو ديال الحلوه، حطينا فيه لي بونبونيير فين درنا مكسرات ودارت ماما التمر داكشي. صراحه هنا هاد البيت خليناه غير الماعن وداكشي اللي قدينا حطيناه في البيت. وهنايا حبيباتي انتم كيف ما كتشوفوا من بعد ما شحرت هذاك الزعلوك يعني جاب هاد الشكل هكا، شويه لقيته ما فيش مطيشه زدت شويه ديال المطيشه. وهنا البنات من بعد ما غنبداو نقليو الدجاج طيبات ومسكينه عمتي، وهنا غنبداو نقليو صافي يعني وجدنا حيدنا الدجاج حتى يتسقطر وينشف شويه باش نقليوه في الزيت. كنا بغينا الصراحه نحمروه في الفران ولكن غادي يشد الوقت، قلنا اللهم نقليوه في الزيت صافي. وداكشي اللي درنا قلينا الدجاج في الزيت باش نربحو شويه ديال الوقت واخا الزيت غاليه. وهنايا البنات السفه حتى هي كانت كتفور، درنا اليوم الدجاج والسفه وصافي. الانسان الحمد لله الله يجعل البركه، اهم حاجه هي الوجوه. هي هنايا نتوما البنات كان فيني والديسير جاب هاد الشكل هكا نتوما كيف ما شفتوا تبارك الله، يعني واخا يعني داك الفواكه داكشي اللي كاين جاو عاطي. وهنا البنات هذا خيزو مشرمل بواحد الطريقه واعره غادي يحمقكم، فيه الخل والماء زهر وشويه ديال زيت البلديه والقزبر ومعدنوس وشويه ديال المليحه والابزار، وكي كيتزوق باللوز، اللوز كونكاسي صراحه بحال هكا عرفتي ما نقولش لكم البنات كيجي رائع رائع. هاد الخيزو مشرمل كيجي حلو مالح كيجي زوين وشويه ديال السنيده نسيت ما قلتهاش لكم. وهنايا حبيبتي داك الزعلوك اللي شرملنا درناه في الطبيصلات هو وهكا وخيزو مشرمل، قدمناه اليوم كمقبلات مع الزيتون والزيتون مشرمل. وهنايا البنات صافي بدينا كنحطو في الدجاج، كانوا دخلوا الناس صافي وبغينا ندفعوا اليوم الغداء صافي. هنا بدينا كنوجدوا هانتوما كما كتشوفوا الدغميره صراحه يا سلام. هنا يا حبيباتي كنا صافي حطينا كاسكروت سالينا الغداء وحطينا كاسكروت، يعني هانتوما كما كتشوفوا كان الحليب تمر اللوز الكركاع لي بلاطو ديال الحلوه كانوا رغايف كان طرزيزه. صراحه داكشي اللي قسم الله صافي باش ما نطولش عليكم حبيباتي الهضره. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي، مع السلامه وما تنساونيش ملي لايك الى عجبكم الفيديو، مع السلامه. عربيه وفرنسي احنا نربطي احنا نربطي.